الجزء الأول من الحملة الوطنية التي نظمها المجلس على الشباب والتي سميناها هي شباب. هي شباب في الحقيقة كانت تضم مرحلتين. المرحلة الأولى كانت تتعلق بتشجيع الشباب على تسجيل في القوائم الانتخابية. وطيلت هذه الأيام رغم أنه كان فيها أيام عيد وكان فيها دوي كان، ولكن حاولنا وحاول الشباب الأعضاء المجلس على الشباب ونجحوا بحمد الله تعالى بأنهم يتحركوا في كافة التراب الوطني، كافة القرى، المدن، الأرياف، البلديات إلى آخره. واستطعنا أنه نحس الشباب اللي قدرنا نوصلوا لهم بأهمية هذه العملية. ربما نقول كانت عملية غير مسبوقة، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة الشباب يحسس الشباب، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة الشباب هو الذي يخاطب ابن فئته وابن عمره ليقول له هي بنا لننتخب، هي بنا لنكون مشاركين في الحياة العامة وفي الحياة السياسية. وهذا أنا بالنسبة لي عمل غير مسبوق في تاريخ الجزائر. الحاجة الثانية أنه مستقبل هذه العملية سيتواصل بحول الله تعالى وقوته من خلال مواصلة تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، من خلال تشجيعه على المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بكل حرية. في الختام شعرت بالتفاف كبير من شباب الجزائر، ولغة الشباب في الشارع تغيرت، وعواطف الشباب تجاه مؤسسات الدولة تغيرت. وربما كان هذا واحد من الهدف من الأهداف الكبيرة اللي كنا نعمل عليها خلال السنتين هذه، اللي هو إرجاع الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة. وأعتقد لحد كبير هذا الأمر بدأ يرجع. نختتم العملية من ولاية زوز. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.